تتجه لاندر إلى ملعب استاد الجنوب بالوكرة للاستضافة الجولة الثانية من بطولة كاس العالم بدولة قطر بين المنتخب التونسي والمنتخب الاسترالي في قمة المباراة اليوم الكل يريد مشاهدة المباراة اذا ما عليك فضل تضغط بالزر لايك والاشتراك بالقناة وشاهد معنا الفيديو حتى الاخير لكي تعرف كيف تشاهد مباراة اليوم سوف تلعب في الساعة 11 صباحا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والساعة 10 صباحا بتوقيت غرينيتش وسوف تنقلوا تدار المباراة على قناة بين سبورت ماكس واحد واثنين الناقل الحصري لهذه المباراة تجدون الرابط في صندوق الوصف بجودة فول اتش دي وبدون تقطيع نتمنى لكم فرجة ممتعة ولا تنسوا دعمنا بالاشتراك والشراء بالقناة وشاركوا توقعاتكم للمباراة المباراة من سوف يفوز هل المنتخب التونسي او المنتخب الاسترالي ونتمنى الحظ الموفق للمنتخب التونسي لكي يفوز في دي المباراة